دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. زي ما جمانة قالت بدأت الناس تنزل، وهنبدأ دلوقتي من القاهرة كالعادة. كوبري أكتوبر بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية. شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لمنتصف كوبري غمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في بعض الكثافات النسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش. من المظلات إلى وسط البلد في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة فهيلاقي إن في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات. من القاهرة هنروح للجيزة، هنبدأ بشارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات. في كثافات للمتجه الى كوبري الجيزه المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مروريه بتبدا من محطه المريوطيه ومكمله لحد كوبري فيصل. هنروح لطريق المحور القادم من اكتوبر، في كثافات مروريه قبل الدائري تستمر لغايه سلم ارض اللواء. بعدين في سيوله مروريه في شارع المهندسين او في شوارع المهندسين ولغايه كوبري 15 مايو. اما المتجه الى اكتوبر فهيلاقي في سيوله مروريه. تعالوا نروح محافظة الإسكندرية، هنبص هنلاقي إن في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، كثافات كمان متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية، شارع جمال عبد الناصر في بعض الكثافات المرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح أسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد الطريق فيها سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، هنلاقي هناك بعض الكثافات المرورية. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة، دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة زي ما أشرنا كده، بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات. الطقس هيكون شديد الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء، يعني في رطوبة النهاردة، ودرجة الحرارة في القاهرة هتكون 39 النهاردة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، أقل درجة حرارة في مطروح 31 درجة. معنا تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة بس بعد شوية.